النهارده الصبح في حدود الساعه 7 جابر جه الميدان لانه كان روح بالليل نام شويه ورجع، ووقفنا على منصه شارع الشيخ ريحان في تقاطع مع القصر العيني. قوات الامن القت قنابل مسيله للدموع ورجعت مصفحتين على الميدان شويه، ورجعنا تاني وقفنا المكان هادي جدا. واحنا واقفين جالنا خبر ان في اشتباكات في شارع يوسف الجندي من ناحيه محمد محمود. مشينا في مسيرة وكان هتافنا ينجيب حقهم ينموت زيهم. دخلنا في محمد محمود ولحد ما وصلنا شارع يوسف الجندي لقينا مجموعة من الثوار واقفين يعني قبل السور بمسافة، قبل الحائط الجداري اللي هو السور الخرساني ده بمسافة يعني ما تقترب حوالي 10 متر، وفي ضرب من فوق من الداخلية من وراء السور. ابتدى الثوار يحدفوا طوب، كان الرد برصاص حي. أصيب شاب اسمه 6 أبريل برضو اسمه محمود سعيد، الرصاصة خرجت من دخلت في بطنه، شلناه وكان جابر واقف معايا. بعدين ابتدى الناس تتقسم، في ناس واقفة قدام بتغذف بترد بالحجارة، والداخلية بترد بالخرطوش والقنابل المسيلة للدموع. ابتدى ناس ترجع لورا، جابر وقف في النص على في نص الشارع وركن ظهره على سور المدرسة، وقع على الأرض. رحنا جرينا شلناه، لقينا بينزف من هنا مكان الإصابة بطلقة هنا. لفترة ما كانش في عربية إسعاف، حاولنا نعمل أي حاجة، كان النزيف شديد جدا. شلنا جابر على موتوسيكل، وكان يعني الدم مغطي جسمه كله لدرجة ان احنا شلنا نجومه وحاولنا نربطها على دماغه مفيش. خدوا المسعف او الاخ اللي اتطوع انه ينقله بالموتوسيكل ومشي بيه في الشارع اللي هو بيودي على في الجامعة الامريكية اللي يودي على الشارع الفلكي. كل الشارع ده دم. جابر كنا واحنا ماشيين بيهتف يقول هنجيب حقهم ينموت زيهم، فقلت له لا هنجيب حقهم ونحقق حلمهم. ان شاء الله جابر ربنا يقومه بالسلامه وهيقوم وهيجيب حق الشهداء، واحنا كلنا موجودين. احنا مش هنخلص، احنا الارض كلها هتطرح ثوار، لكن يعني مش قادر اوصف اللي في نفسي. جابر كان انسان من الثوار الحقيقيين. انا لسه رافع اخر صوره عاملينها لجابر وهو كان بيقول فين القصاص للشهداء يا ريس، وتحت صورة جابر وهو واخد الطلقة. بدل ما يجيبوا حق الشهداء ويقتصوا للي فاتوا زودوا الشهداء واحد، لكن إن شاء الله كل شهيد هيطرح وراه ملايين من الصور في مصر بإذن الله.